الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس السابع من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى باب الإعراب الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا الداخلة عليها لفظا أو تقديرا عشر كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية يؤلف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى هنا بلاونا يا عشر كاتو باو الإعراب من كجري وهان سوار ان الإعراب كاللغية استلاحة وحكوية هي الإعراب لغة الإبانة عضين بوها معاني دي سميت كاملة الإعراب لغة الإبانة عضين تقول وحدي أعربت وحان عدي عما في ضميري وحي قلبي كجري واصطلاحا ما ذكره المصنف شيخا شيخا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا إعراب حال الذهاب يدورسون دورسون كوحوق على كلمة آخر كذا دورسون كوحا كان عامل عوامل أيا كان دورسون كهدو مغضو ولغود واقع اللفذي باليه هدوس موقنين تقدير بلد أو تقديرا تاسنجون أو أما سي تقديرا ودورسون لقدر سواء كان تغيير لفظا أهيا أو تقديرا تقدير أهيا تقدير محالك وضاء وحاوي ما لا يتلفظ به التقدير هو ما لا يتلفظ به ووحن لغو دواقين ووحن لغو دواقي كريم إلا جر تدرته التقدير أو التقديري ويو النسبة جلس تقديري وحاله هو ما لا يتلفظ به ووحن لغو دواقي كريم يا إعراب لو قدر أمرك اسمي يا فعل مضارع وحلا إعراب ورنب واسمي يا فعل مضارع اسمي يا كنبات قلي حرفين وشبه الاسم أسالم من شبه الحرف يا فعل مضارع الخالي من النونين نور توكيد نور نسوى خالك أو تقديرا مرك وحاوي إعراب كيبا لقدرية suurtagal ma aha weeye in lagu dhawaaqo marka waxaan ku horeynayna ismiga i'raabka lagu qadaro ismiga i'raabka lagu qadaro ayaan ku horeynayna ismiga i'raabka lagu qadaro saddex qaybood weey ismi maqsuur bale maqsuur mim qaf saad waw ra al ismul maqsuur اسمنا وحالا الاسم المنقوص ميم نون قاف واو صاد اسمنا وحالا الاسم المضاف الى ياء المتكلم صدها اسمي بع اعراب لو قدره اسم المقصور مقصور ميم قاف صاد واو راء الاسم المنقوص ميم نون قاف واو صاد يا الاسم المضاف إلى ياء المتكلم اسم الإعراب لو قدر يا صدح لو اسمنا لبا حرف بو كجر هذا ياء إيه ألف حروف علة سيدة ذا وحاوي وصدح وألف واو ياء ألف واو ياء اسم مركا جوكتو حون كجر هذا ياء إيه ألف بس ووكم اجر هذا نظم الأجرميه ان شاء الله تعالى وتجدوا انه وعلة الاسماء ياء والف فنحو قاضي والفتى بها عريف
وعلة الأسماء أسماء جريدة يا ويا ويا وألف ألف بس يا يا ألف أسماء كجرتا فنحو قاض وكي هذا كجرة القاض والفتى وكي ألف كجرة معاصرين تقاب باوحيد دمعين علماء يهر النوحادة وحيد اسم الله كجرة يا يا ألف بس ووكم الجرة اسم ووكم الجرة هذا الإسلوغة رقم معاصرين تقدم معاصرين وحلقا علماء النول أما حل الدوان نولا أيا وحيدا وحان هلا اسمي واو كجرن بل كان اللي قمندوب أكمدين وما قال ما لهم قلت له مرقا وحان لي قمندوب معرب وما هو عربي ما هو عجمي ودمدي سوفيتي ما لهم ما قال قلت له قمندوب اللي يراهدي مركا كواس لك مهل لين مال ماشي وحلوها بالوضع مكت الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وحف عربي مركا كواس اسكوير دي ها يا مقديشو هدي لي هو كبوكتاي قمندو اي مركا كواس لك مهل لين عشان وحف عربي اللي قال لي في عربي قح وصحان وخالص مركا حق اسكدك اسمي وحو كجر هذا يا ايو الف بيت كاسات سوقا وعلة الأسماء أسماء جرد ذياء وألف فنحو قاض والفتى بها عرف أركوا كودي ويا اسم وإعراب لو قدري هداد مقش حركة ذبا موقلة وانا اسم معطل جرن اسم نوحو كجرد ألف إيو يا ووكم جرد ألف إيو يا أو تقدير مركة اسمي إعراب لغو قدر واصدح معنى اسمي مقصور بالي واسمي ألف كبك اسمي منقوص بالي يأبو كبك اسمي كلانا المضاف إلى ياء المتكلم بالي كايساق من يأبو كبك يقدر تدمي لغو قدر مثل للمناسبة ويسكو يرقبتين نحو ليد قار وحيدان للمناسبة سيدة تحفة السنية غيرهم مرين قال روحي لين يأذن أو كنتو يأبو كجرين قال روحي لين أولي المناسبة إلا ذا لو قدر إعراب كغلامي أمي يا أبي يا كو الله متك أو تقديرا أما إعراب كي ولو قدري وحنقل إن مركة اسمي إعراب لو قدر واصدح معنير اسم مقصور بلا منا منقوص منا مضاف الى ياء المتكل الاسم المقصور كبلو الاسم المقصور هو كل اسم معرب اخره الف لازمه وتقدر عليه جميع الحركات اسم مقصور ليرا هو كل اسم واسم اردن معرب معرب آخره آخر كي سوحا ألف 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 بكبك ألف تاسو لازمة لازم قار وحي قدر أن آخره ألف لازمة قبلها فضحته آخره ألف لازمة قبلها فضحته واي واسم معربة كل اسم معرب واسم معرب آخره آخر كي سوحاء ألف لازمة ألف لازمة قارو حيكود عن قبلها فضح قارو حينا ألف مركز سكرنك باكور واحد ويد مكوشي قابل نقول بيد هذا كودر ستنواهي لكرتا لكن ألف ريبن سيدي سوى كرنك باكور ألف ريبن ولقي محا كور كرنك فضحا واحد المجد الاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة هذا قدر ستنوان واسكسي عدين وتقدر عليه جميع الحركات حركوين كوردن بلو قدر حركوين كوردن وحالقوا اسم سد حركوقات قد كوردك هسرك اسم شغاكم مال قد كوردك هسرك سد حوالو قدر اسمك مقصورك اسم مقصور محال ليرا واسمك ألف كبك واسم معربوه آخر كيسة وحاء ألف ألف تاسو كبك وحالو قدري قدك الضم وحالو قدري كورنيق الفتح
وحلو قدر الكسر هوسلك وتقدر عليه جميع الحركات. نحو مرك جاء الفتى ويسوق قدن قدن قوم مقود رأيت الفتى ويسوق قردين قردين مقود مرت بالفتى ويسوق هوسلك هوسلك مقود أو قدك قردين هوسلك ولو قدر أني يسوي أني يسوي ولو قدر اسمي مقصور كوحاني واسمي ألف كبوك واسمي معربو آخر كيسايتا ألف لازمة ألف تا كورنيك با كورنيس حركوين كدن ولو قدر حركوين كدن وحلو قد يكورنيك يحصرك. نحو جاء الفتى مثال كواك جاء الفتى موسى عيسى مصطفى وأن يكون بضل الله مذو. جاء الفتى جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محله من الإعراب. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محله من الإعراب. الفتى فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأليف منع من ظهورها التعذر لأن الأليف لا تقبل الحركة ألف حركة ما أقبل. الفتى فاعل جاء فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة. الفتى وفاعل وجدنيها أو جدك ألف كانوا كقدرني ألف جد ما قادنك حركة ما قادنك. جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محله من الإعراب. الفتى فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة. قال واحدا لأن ألف الملصى ألف تسبسبك لا تقبل الحركة. حالة النسبية رأيت الفتى سيروا سيد فتى ذي أمون أما جاء هريك قلي أما رأيت هريك قلي أما مرت هريك قلي الفتى وفتى هو حركة ذي مموقنس سبب ألف بكبك ألفنا حركة مقاذته. رأيت الفتى رأيت فعل وفاعل الفتى مفعول به منصوب وعلامة نسبه فضحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة. الفتى مفعول به وهي كرنجي أو وكو قدرنجي سواته وإسم مقصور ألف بكبك ألف حركة مقاذته. رأيت فعل وفاعل الفتى مفعول به منصوب وعلامة النسب فضحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة. مررت بالفتى مررت فعل وفاعل بالفتى الباء حرف جر الفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة. مركوات قرأت تاس بالفتى بادي باقى شيء وحمم او هوسرقي هوسرقي ممو قنايا الليل سبب وحسوم وقنين اسمي هو مقصور وحلو قدر يا حركوين كنن الف بكبك الف نحركة مقاذنك. مرات فعل وفاعل بالفتى الباء حرف جر الفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الأليف منع من ظهورها التعذر لأن الأليف لا تقبل الحركة. اسمها مقصور محله بحي ولماذا حين مقصور محله بحي ميم يقاف يصاد يواو يرى أي محبوس محبوس وحبسين. المقصور وحلوي المحبوس ميم حاء باء واو سين المحبوس وحوك حبسية عن جميع الحركات حركوينك يوطن وقرب الدومية فيرهد والله قرب الضوية وحبسية حركة كم موقن مالك قد بان كم موقن وقرنك بان كم موقنين وحسنك بان كم موقنين ودبرين. المقصور المحبوس قرآن في فيهن قاصرات الطرف سمه يحور مقصورات أي محبوساتهم علماء بلا كفاس هل كاسيكو حبيسين وحالا قوض عدك لهم ما فيرنا يا ما قرأت فيهن قاصرات الطرف
يحور مقصورات في الخيام وعد قرأت مركا مقصور وحلوي أي محبوس وحكح بسيه عن جميع الحركات حركوين كوردن قد كوردن هوسرق ميت كم وقاني ماله اسمها مقصور بلا اسم مقصور محيا دي لغدا هو الاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة وتقدر عليه جميع الحركات نحو جاء الفتى رأيت الفتى مرات بالفتى اسمها مقصور بلا وراك روا كجرة إما ضوء قلت قيسة ما قرأ واسم معربة آخر كيسة وحاء ألف لازمة ألف تا وحاء كهري كردك وحلو قدري حركوين كردن قد يكردك يهوصرك انت والو قدري حركوين كردن مقصور وحاولوه بحي لأنه محبوس وحوكها بسيه عن جميع الحركات حركوين كردن مركا جاء الفتى هدي لغسي جاء موسى لم جاء عيسى لم حتى دمرك وكيما أنا حقيس جاءت ليلى ليلى جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من العراق والتاء علامة تانيث ليلى فاعل جاء مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ذورها التعذر مركة دنيا علمت ما قرأت الدنيا وكلام مركة كويمات هذه الدنيا بل تاني والدنيا دي مركة الدنيا هنا ذوقها تألف يكون بكتا ما قرأت واسم مقصورة مركة اسم قاوي حركوين كنوا اللو قدري ألف منكبك اسم التعذر باصوهر منع من ظهورها مركة الإعراب حلوي جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب الفتى فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها محاكوحي التعذر تعذر هو التواتا يا عين يا ذال ذال كالنبي على الذال المعجمة يا راء التعذر محال قوضة التعذر صور تقل ما هيني حركة موقتو التعذر وحارب نقضي إني حركة موقت صور تقل ما لا يمكن ها شافعي هل كان وكلوا كفا إيدي سنجت ما المهي أننا وكلوا لمن ما المهن دي قصوا ما لها كما بضن وحيدها شافعي ما لا يتعذر منه وحن لسك إلى الانكر وعفس لقد هذا هو المري سيوم ما يكون قصوا صيد مسامح مركز مياه دقيسة وحيدها ما لا يتعذر منه هذا وحن لسك إلى الانكر نجاسنا هذا كوب ما لا يتعذر منه معف معف ما ما هو وين انفع سانك ما لا يتعذر منه مركز اس مركا التعذر صورته قال ما حركه اني موقته وي عذر تودي دب وي اني موقته ما دعي كرتو ما دعي كرتو حقد اسمي لواد حركه لو قدر الاسم المنقوص وي. منقوص ميم نون قاف واو صاد غير منقوص وقال منقوص منقوص ومحاته الاسم المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسر وتقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها ما شان فيها اسم منقوص ميم نون قاف واو صاد محوية هو اسم منقوص كل اسم ومقعد مات اسم يركي له فعل حرف ما شان لك مرة اسم معرب او معرب مبني ما شاء الله قمر مبني ما شاء الله قمر كل اسم معرب اسم معرب اخره اخر كيس ياء لازمه ياء قبلها ياء ظهرت اذن كسره بقى وتقدر عليه اسم منقوص وحلو قدر لا حرف الضمه قدي والكسره وصلك قدي وصلك وتظهر الفضحة فضحا ويموقن لخفتها ويفوض وتبرير مركا وحدي جاء القاضي فعلك وكو قدري قلت مررت بالقاضي حسرقنا وكو قدري كردقي باي رأيت القاضي رأيت القاضي قرآنك أجيبوا داعي الله قالوا يا قومنا أجيبوا داعي
داعية مراد كاسوي داعية الله قالت نظم الأجرمي ونوحو ليجري ونصب قادم يظهر ونصب قادم نصب انت يظهر ومغضي رأيت القاضية هاي سكوني حالة النصب موجنة يسافض هذا وقال خفة أيضا أسكت وريت مرقوا عادي جاء القاضي مرت بالقاضي رأيت القاضية اسم منقوص مركب محل واسم معرب يا ابو كبك يا وحلو قدر يا قد يهوسلك كردقنا وموقنا كردق والتبرير فضح والتبرير نحو جاء القاضي مررت بالقاضي رايت القاضي اجيب داعي الله اسم منقوص هو كل اسم معرب واسم معرب آخره ياء لازمة آخر كسياء لازمة قبلها كسرة وصلك بأكور رياء داس وتقدر عليه وحلو قدر الضمة والكسرة جودي وصلك وتظهر الفتحة فتحضنا ومقال لخفتها أيضا واسكت مريت نحو جاء القاضي مرت بالقاضي رأيت القاضي جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب القاضي فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال مرات بالقاضي مرات فعل وفاعل بالقاضي الباء حرف جر القاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال حروف علة وصدح صمهن وياء الفياء وهو اسم كمان وجر هذا نيل لكن فعل كمضارع مركي اللي جو صدح هو كجر هذا وهو ألف ياء هذه وح ألف كبك تعذر باله حركنا كم وقال ما يساكس دوح ألف كبك ومنع من ظهورها التعذر حركنا موقتنا هالسجن لأن الألف لا تقبل الحركة قاعدة ما شتى ألف حركة ما أقبلها هذوح وهو ياء كبك ثقل بالدي ثقل وليس لماذا فير حركه وين موقن كرتا هدي لفير لها هذا ما موقنس لكن ثقل هكا دغان تافير اضو اسك تبريا لور جوار قا والله ولور بال وليس صبا لكن هو ير جيده كرتا صبا اه لكن كونتينر قاد بال كونتينر بوحه ما قاد كرت ما هو تعذر وحسوره من موت ها هذا اللي يكون تانا دبر كله وصار له وسوره بس كنتانا الولي من الراشين كبوح سو كل جيب على قادلة مركة ألف ضو حكبك وتعذر لا يمكن مستحيل في اللغة لغة هان صورة قلمة ووي يا مكبك حركة هذا موقن ما يسو لكن ثقل بالدي فيه جاء القاضي ولا نهكري صمة لكن حقا يرى عليس ما كجر عليس كاس عربت اسكدي ذي المرك مركا ثقل يتعذر ساسي كلي وحا ثقل كأه حركة هذا موقن ما يسا لكن وين موقن كرتا ما فان سادرت يتبع قوة ثقل كأه مركا قار وين موقن يسا إن نصبه وموقن سماد فضحي حالة النصبه فضحي بها موقضه رأيت القاضية سماده لكن كي تعذر كوح موقن ام يجري قد يكردك يهوصلك انت وسوك ماذا قدم كان لكن ثقل ويوه عربتي با وحيد بسطين علي جاء القاضي وحيد عليس با كجر جاء القاضي وعربنا وفا سيدا ومركة ثقل وحي وو يا كبك ثقل باله وحي ألف كبك تعذر مرنا حركة مموقنة سوي كاس جاء القاضي جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القاضي فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل واي رأيت القاضية رأيت فعل وفاعل مرت بالقاضي وين يقول اسمه جاء القاضي جاء فعل انكعلنا واسدريميا عفوا جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القاضي فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل عفوا عفوا
مررت بالقاضي، مررت فعل وفاعل بالقاضي، الباء حرف جر، القاضي اسم مجرور بالباء، علامة جره كسرة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، حالة نصبه صوغ الفضحة واو موقتة. رأيت القاضية اسك سالين كاس، رأيت فعل وفاعل، القاضية مفعول به منصوب، وعلامة النسب فضحة ظاهرة في آخره. رأيت القاضية أجيب داعي الله، أجيب فعل وفاعل، داعي مفعول به منصوب، وعلامة النسب فضحة ظاهرة في آخره. داعي مضاف، الله مضاف إليه مجرور، علامة جره كسرة ظاهرة على آخره. وجاء القاضي، مررت بالقاضي، رأيت القاضي، جاء الساعي كي أرد يسعنا، مررت بالساعي، رأيت الساعي. وهي منقوص محل لو مغعاي، منقوص ونسقان من النقص، منقوص من النقص نسقان. وهذا منقوص وحال لو مغعاي، هذا الاسم اسم منقوص وحالوي، هو منقوص بثلثي اعرابه، ثلثي وصدح ميلو دق لبا لغا حبس، منقوص وحالوي به لانه منقوص بثلثي اعرابه، اعراب كيس صدح مركي لو دق صدح هو قدكي كردغي هوس دغي ما غره لبا وا غربت دوبني هل ميدن باب موقده هل كان موقنايا الفتح. رايت القاضية أجيب داعي الله قلت كي يوصلي قينا ولا قدر أو تقدير بيكجرا صمع مركا منقوصا سالوي وحالغا نسخاميا لي بثلثي إعرابه ثلث إيه ثلثي بأجر ثلثي واقر صمع صدح ميلو ديك لوامع منقوص بثلثي إعرابه إعراب كيسا صدح مركي لو ديك لوا كم إذا ولقود ديكي وتقدير اسمي صد هذا حركة وقدر وحاله الاسم المضاف إلى ياء المتكل إساقنا الصوتين وقدر ولماذا قالوا حينا للمناسبة مناسبة يأذن ريبان حسنك با مناسبة وضع سيء علماء بضان مره قاربا وحيليه والثقل يأذن كلو اللي لكن للمناسبة تذا اللوب بذين اسمي صد هذا حركة وقدر والاسم المضاف إلى ياء المتكل واسمي الإضافي ياء المتكلم نحو جاء غلامي أضون كي يبايم جاء غلامي ويل كي يبايم غلامي أضون نوايا ويل لواي وسيدة مركة اللواء ذيك سيدة سياق جاء غلامي أضون كي يبايم جاء غلامي ويل كي يبايم فبشرناه وحنقول بشارة إنه إلهي بغلامي ويل أضون ميارا ليه ما هو ويل ويل مركا غلامكو إيري ماشي سوء وجروا غلامكو لغة عربية أضون كانوا ولوا ذيك سدا ويل كانوا ولوا ذيك سدا جاء وحايم غلامي ويل كي بايم رأيت وحان أرك غلامي ويل كي مرت وحان سومر بغلامي ويل كي جاء وحايم غلامي أضون كي رأيت وحان أرك غلامي أضون كي مرت وحان سومر بغلامي أضون كي صحو انت كان الصدح حركه ولو قدري لكن كي الف كو كجرنا وحانو وقدره للتعذر صمه كان للمناسبه للمناسبه مناسبه ميم نون الف سين باء تاء مربوطه تعقب للمناسبه جاء غلامي في رد جاء فعل ماض مبني على فتح لا محل من الاعراب غلامي فاعل جاء غلامي انت قسم الميم غلامي فاعل جاء مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها غلامي مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر غلامي جاء وفعل ماضي فهن غلامي وفاعل جاء فاعل مرفوع بلوية الفاعل مرفوع والمفعول منصوب على إتوبيا داس أدب نحو ذي بريجور اللي هو برنجر مركا هوانكا مركا تمانا أيان مسجد يهراشينك إن روح مركو شقة كجر وحوج عليها وحقا سو سير إنه هذا لقى هذا الوقت كوا عالك شو أي كوا بيرت فلا أي هوانكا راشينك تومي ها أنت ما كيرا ذهني عصري اللي هوانكا راشينك تومي جري
ama dhagaxshiid la qaadaya ama mooyiya kal wax la qaataba marka waxay dhiideen faacil marfuuc waaye mafcuul mansuub waaye nugto cajiibay sheegi jiray midba naxwo taqaano islaana nin baa guursadaal marka su-aal bay weydiisay macnaha garad oo kale orodi dhaafeed nin wax garanahaya kuma wadaaya ina mid wax u bilowraaba ma ah waa kii la yidhi mid caama ah waxaa le diin iyo dunowi kee dhaqdaa baa le mid diin baa haysaa midisa dunowi dunowi ereyga uu yar ruux caamada uu la yar wen yahay maogta diin iyo dunowi keeda haysaa baa waxaa dunowi baan hayaabi ay waa dunyada haysaa dukaan baa ku alla waa iga noqotay diin baan hayaabi laa ilaaha ila allah waa ku kufay meesha waad garan marka waxaa weeye jaaa gulaamii gulaamidan waa faacilki faacil marfuuc baa lagu oga aawe godki waxaa leeyahy god maanta ma muuqanaay sabab ya'dan yaa ulmutakallim baa le way reebantay hoosrigun baa ka hormari kara marka munaasab waxaa noqday yaadan waxa ka horreeya inuu markasehe hoos dhigma ama waxa faacil ha noqdo ama mafcuul ha noqdo mafcuulu bihi ama xaraf jaar ha noqdo majruur ha noqdo iyada waxa ka horreeya waa la hoos dhigaay iyadaa reeban yaa reebanna maxaa un ka hormaraaya hoos dhig baa munaasab wa jaa ficlu maadin mabni cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab gulaamii faacilu jaa marfuu وعلامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ياء المتكلم كحرف كورة كوا وميم كغلان مي ياء محا كورة ميم كاس ما حرف كورة يا الله حرف ميم كاس وقد كي كو قدرينها وعلامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها محدد إنه اشتغال المحل بوس كيبا وحكم مشغول بحركة المناسبة حركة مناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها غلامي ما دعي كرتين هذا غلامي مي وحدك سوما وحلو ده ما يوحى مناسبة غلامي ده. غلامي رأيت غلامي رأيت فعل وفاعل غلامي مفعول به منصوب علامة النسب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها غلام مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبنى على السكون في محل جر مرات بغلامي مرات فعل وفاعل بغلامي الباء حرف جر غلامي اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها غلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه من على السكون في محل جر مركة غلامي محل يقدر حركة للمناسبة يا ذا الريبان وحا مناسبة خوصرق إنو كورما يا ذا الريبان وحا مناسبة إنو خوصرق كورما اسم حركة اللي يقدر هدارة واسد حراس واسم المقصور ألف بكبك وحا لو حركوين كدن وا لو قدري وحانا لو قدري للتعذري صورت قلب ما ان حركته موقته لان الالف لا تقبل الحرك اسم لبعض حركه لو قدر منقوص باله واسم يا كبك وحا لو قدري قد ي هوس دغ فضحتنا وي كم وقال لخفتها وي تبريرت جاء القاضي مرت بالقاضي رايت القاضي اسم يا سد هذه حركه لو قدر اعراب لو قدر والاسم المضاف إلى ياء المتكلم اسم لو إضافة ياء المتكلم استغنى وحال لو قدر حركوين كوردن قد كوردك هوسرك وحال لو قدر للمناسبة يا ذا الرعب وحال مناسبة هوسرك إنو كهر مر صدح لا اسم با حركة لو قدر إعراب لو قدر اسم مقصور اسم منقوص المضاف إلى ياء المتكلم واي marka hadda jaa alfataa lagu siiyey ismi kastoo alif ku buka waa la mida waa inaad mithaalkiisa keensa naxwadu waxyaalahay ku baxda waxaa ka mida waqis calaa dalik inaad ka qiyaas qaadataa la raba ooda taagnaanin bas jaa alfataa keliya lama rabo kuwa kaloo la mida inaad raadsato jaa alqaadi jaa addaaci jaa asaaci
وستراديس كل من ذا ثلاث سريس جاء غلامي جاء أبي بعلمي جاء أمي بعلمي وحل سطيري أردن مقر ها كتابي قلمي وحل سطيري أردن بس وقل عماش أو تقديرا إن شاء الله تعالى ما ده هل كاسان كسمينا هل عشر وكلو تقديرا ما ينور لمن والله سبحانه وتعالى أعلم وحكم الله التوفيق سبحانك اللهم بحمد.